يعني انا بقول لكم بس كده، اذا كان المصنع الواحد اللي ممكن يعني نقول ان هو، عشان بس في ناس كتير يقول لك ايه ما بتعملوش مصانع ليه؟ ده شغالين فيه. هنا لما بيجي نتكلم على قطاعات بتشوفوها، الدولة مش سايبة قطاع و يعني ما بتشتغلش فيه، على الدكتور مصطفى بيقول لي. بس الفكرة انت يمكن بتمس قطاع بنفسك، يعني يعني مثلا يقول لك ايه انتوا مهتمين قوي، انا الكلام ده قلته قبل كده، يعني بالطرق والكباري. يا سيدي انت بس اكمنك شفت الطرق والكباري، اكمنك انت بتمشي عليها، لكن ده مش معناه ان قطاع زي الزراعة انت ما بتشوفوش. ليه؟ لان هو يعني مين مننا من المواطنين الا اللي بيشتغلوا في القطاع ده؟ انا بتكلم اللي احنا بنعمله زيادة.